مندوبا عن سمو الأمير غازي بن محمد، رعى الدكتور منور المهيد حفل افتتاح مؤتمر الإصلاح الإنجيلي والشرق الأوسط الذي أقامته الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أكد المشاركون في مؤتمر الإصلاح الإنجيلي والشرق الأوسط الذي استمر لثلاثة أيام في عمان أن الأردن يعد نموذجاً مثالياً للعيش المشترك بين أهله وشعبه، وذلك إيماناً منه بحرية الأديان وتجسيد التآخي والمحبة بين عموم أبناء المجتمع الأردني الواحد. وأشاروا في كلماتهم خلال المؤتمر الذي عقد برعاية سمو الأمير غازي بن محمد وحضرته شخصيات رسمية ودينية من الأردن والخارج، إلى أهمية عقد هذه اللقاءات في عمان، هذه العاصمة التي تفتح قلبها وذراعيها لكل من يسعى إلى الوحدة والتوافق في هذه الحياة. على المستوى الشخصي أشعر بفخر بأن هذا البلد دائما يحضن مؤتمرات من هذه النوعية ودائما يطلق مبادرات. ما نتمنى أن مثل هذه المؤتمرات تصل حقيقة إلى جمهور الناس ويطلع عليها الناس، ثم يكون هناك متابعات لتستفيد الأجيال اللاحقة والأجيال الحالية من هكذا لقاءات إنسانية وفكرية. ووصف المطران منيب يونان رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة هذا المؤتمر الذي يتزامن مع مرور 500 عام على بدء حركة الإصلاح بأنه فرصة للتباحث عن دورنا الفاعل دينياً وثقافياً في بناء مجتمعنا العربي على الحرية والعدالة والأخوة. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حرص الأردن على حرية الأديان بما فيها الكنائس المسيحية التي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع العربي الأردني في هذا البلد المعطاء، في بلد رسالة عمان وبلد كلمة سواء وبلد مبادرة الوئام العالمية وبلد التآخي المسيحي الإسلامي. وكما قال يوحنا الرسول: لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. من جهته قال القس أندري زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر إن هذه المرحلة التاريخية التي ظهرت فيها حركة الإصلاح لعبت دوراً كبيراً في دعم وتطوير الديمقراطية من خلال تركيزها على ضرورة فتح الطريق أمام التعددية الفكرية. فقد كانت فاتحة التحول باتجاه رؤية حداثية في الثقافة الأوروبية، حيث مهدت لولادة الحداثة وظهور العقلانية وصولاً إلى الحداثة السياسية المتجسدة في الإنسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما كان لها الأثر الأكبر في الحياة السياسية والدينية في العالم. هنا في هذه البلدة يوجد نموذج مهم للتعايش يجب دراسته. أما الأمينة العامة لرابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط السيدة روز جرجور فأكدت في كلمتها أن حركة الإصلاح قد جددت الكنيسة فعلاً وبثت فيها جرعة قوية من نسق الحياة المسيحية النقية. كانت حركة الإصلاح فوق كل شيء تجديداً للدين وإنعاشاً له وعودة به إلى ينابيعه الأولى، أي إلى حياة الكنيسة التي أسسها الرسل الأولون. فبالرغم مما يقال من أن حركة الإصلاح شتتت المسيحية، إلا أننا إذا حولنا نظرنا من مجال الهيكلية الكنسية إلى مجال الاهتمام الديني لابد وأن نقر بأن حركة الإصلاح قد جددت الكنيسة فعلاً وبثت فيها جرعة قوية من نسغ الحياة المسيحية الأصيلة النقية الرسولية. نلتقي هنا لنقول مع كنائسنا الشقيقة بأن هذا التلاقي هو لخير الإنسان وهو رسالة موجهة لنا نحن المسيحيين
بأن نسعى أن نكون معا، مثلما هي رسالة لنا أن نعمل مع الجار، مع القريب، ولا أقول الآخر. نحن هنا جزء من مجتمعنا، نحن هنا مطلوب منا أن نتحدث لغة تحتاجها الإنسانية وأمرت بها السماء، هي لغة الحب والاحترام وكرامة الإنسان. هذا وأقيمت عقب المؤتمر خدمة صلاة في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية، حضرها عدد من رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية في الأردن والخارج وجمع من المؤمنين. على أرض الواقع محبتنا ووحدتنا موجودة، لكن نريد أن نراها